حفاظاً على الهوية التراثية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومواكبة للتطور في تقنيات المواصلات. تطلق هيئة الطرق والمواصلات في دبي مشروع تصنيع العبرة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد باستخدام مواد مدعمة بألياف الفايبر تتميز بأطول هيكل أحادي. يتسع لعشرين راكباً وتعمل بمحركات كهربائية. مشروع يعد الأول من نوعه على مستوى العالم بالشراكة مع القطاع الخاص. هذه هي رؤيتنا في الريادة العالمية في